بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب درجة الماجستير بجامعة الجامعة الذكية، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في بداية ترم دراسي وفصل دراسي جديد. أحب أرحب بكم في هذا الفصل الدراسي، ونبتدي ونقول مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم بتمنيات خالص التمنيات بأن يكون هذا الفصل الدراسي فصل دراسي موفق للجميع بإذن الله، وإن شاء الله أكون موجود مع حضراتكم في مقررنا الفاينل بروجكت. يمكن إحنا هنتقابل مع بعض وهنتكلم وهنتناقش في حاجات كتير، حتى هنذكر حاجات كتير من اللي إحنا هنتكلم عليها النهاردة كمان أثناء تناولنا لهذا المقرر. لكن في الأورينتيشن ليكتشر بتاعتنا إحنا كان لازم نطلع ونديكوا بريفنج صغير كده عن طبيعة هذا المقرر، خصوصا في ظل التحديثات المستمرة اللي بندخلها على هذا المقرر علشان نقدر نلبي الاحتياجات التعليمية والبحثية التي يعني ترتقي إلى أعلى المستويات في مجال البحث العلمي. طبعا هذا المشروع الفاينل بروجكت هو عبارة عن موضوع بحثي هنتناول فيه كيفية تقديم بحث علمي يتبع الريسيرش ميثودولوجي الدقيقة والمنضبطة والصحيحة. في النهاية خالص لازم نطلع ببحث يمكن نشره في المجلات العلمية المعروفة، كذلك نقدر نستخدم هذا البحث كمرجعية وكأداة نضيف بيها إلى الليتريتشر بتاع المقرر بتاعنا، سواء بقى التخصص كان في إدارة المشاريع أو كان في إدارة المخاطر. هنا وجبت الإشارة إلى أن كل تخصص هيعمل البحث بتاعه في المجال بتاعه هو شخصيا، فهنقسم نفسنا إلى مجموعة من الفرق زي ما هنشوف دلوقتي، وهنبتدي نشتغل كل فريق على المشروع بتاعه في التخصص سواء كنت إدارة مخاطر أو إدارة مشاريع. الجدير بالذكر هنا ان لازم نركز شوية في اللي هقوله، وخصوصا في موضوع الارقام، لان احنا عندنا مجموعة جديدة من الارقام لازم حضراتكم تعرفوها. فاذا كان في حد عنده اي فكرة من زملائنا اللي قبل كده او من الفصل الدراسي السابق عن عدد كيفية تكوين الفريق، عدد الاعضاء والى ما شابه، لو سمحت خليك معايا، لان احنا دائما وابدا بنعمل تطوير وتحسين بناء على خبراتنا السابقة علشان نقدر نتجنب أي مشكلات قد نقع فيها. لو قلنا أول حاجة نبتدي نتكلم عليها النهاردة وناخد فكرة سريعة كده على الكورس جايد والكورس سيلبس بتاعنا، هيكون في الحقيقة البداية عند الكورس جايد، ونقدر في الكورس جايد نشير إلى حاجات مهمة جدا بخصوص تبني جامعة الجامعة الذكية لأسلوب البحث العلمي الصحيح والدقيق. طبعا ده الجراديويشن بروجكت ده بنعتبره أساس وحجر زاوية ومنطلق أساسي للدارسين وللباحثين عن مستقبل مزدهر. ده طبعا بيكون اختبار حقيقي للمهارات التحليلية والمشاكل والابتكارات والحلول، ازاي نقدر نقدم حلول للمشكلات اللي بتواجهنا وبتواجه المجتمع من خلال البحث العلمي، وده في الحقيقة الدور الأساسي لموضوع البحث العلمي. هناك أيضا تجربة فعلية وهامة هتكون مقدمة في هذا المقرر، ازاي نقدر نكتشف بقى المدارس العلمية الصحيحة، ازاي نكون فريق ونعمل بروح العمل الجماعي، ازاي يكون عندنا ممارسات لإتقان ممارسات العمل المماثلة والتي يعني تتماثل وهناك محاكاة للواقع العملي. فعلى سبيل المثال لما بنكون فريق، هذا الفريق بيكون نموذج للي حضرتك او حضرتك ممكن تطلع عليه بعد كده في اعمالكو، فهتلاقي في فريق العمل بتاعك هناك من هو متعاون بشكل كبير جدا، هناك من هو متعاون بشكل يعني ابسط شوية، هتلاقي من هو دقيق في تسليم المطلوب منه، وهناك ايضا من هو غير دقيق في هذا. كل ده بيأثر في النهاية خالص على فريق العمل، وبالتالي
هذا الموقف هو موقف حياة، موقف حياة فعلي حضرتك بتواجهه في الحياة العملية، اللي هي أساسا إحنا بنتعلم وبنزود معارفنا وخبراتنا علشان نطلع لسوق العمل ونرضي طموحاتنا ونحقق كل آمالنا في هذا المجال. طبعا لا يخفى عليكم إن من أهمية هذا البحث العلمي حرصت جامعة الجامعة طبعا الذكية على ديمومة واستدامة وتطوير جودة المشاريع والتخرج، مشاريع التخرج بشكل دائم، ودائما هناك زيادة في التفاعل معها، وهناك محاور وموضوعات ابتكارية في هذا التخصص وإدارة، في سواء كان إدارة المشاريع أو في إدارة المخاطر. وطبعا أنا عندي هنا حاجات مهمة جدا لازم نعرفها كأساس، كأساس لهذا المقرر. فيعني نقدر نقول كده إن من أهدافنا أو الأوبجكتيفز بتاعتنا describe the nature of scientific methods، وصف كامل ودقيق وتعريف الطالب بطبيعة المنهج العلمي وخصائص التفكير في البحث العلمي، فضلا عن defining the fundamentals idea in management، إن إحنا نقدر نشوف ونوضح المفاهيم الأساسية في البحوث الإدارية ومجالاتها المختلفة، سواء كانت الإدارة ولا إدارة المشاريع أم إدارة المخاطر. كذلك نقدر نقدم introducing the student to several scientific research techniques، نعلم الطلاب بتوعنا ونطلعهم ونساعدهم في إن هم يكتسبوا مهارات مختلفة ونعرفهم بمناهج البحث المختلفة. كذلك نقدر ندي للطلاب بتوعنا مهارات تحديد خطوات البحث العلمي ومناهج البحث العلمي المختلفة، وكذلك teach students how to create propose plan، إزاي نقدر نعمل الريسيرش بلان والبروبوزل بلان والبروبوزل اللي بنقدمه لأي بحث علشان يقدر يستخدمه بشكل فعال، فضلا عن ان احنا في النهاية ممكن نعرف الطلاب كيفية استخدام ادوات جمع البيانات في اعداد خطة البحث. كل دي حاجات، ودي على فكرة يعني فكرة سريعة جدا عن ما سوف يتناوله هذا المقرر من معلومات وخبرات ومعارف يجب أن يطلع عليها طلابنا الأعزاء. الجدير بالذكر هنا إن هذا المقرر طبيعته مختلفة شوية عن باقي المقررات، لأن هذا المقرر ما فيش فيه كويز، ما فيش فيه فاينل اكزام، ما فيش فيه ميد تيرم، لكن فيه حاجات مهمة، في محطات مهمة جدا في مشروع نهائي حضرتك وحضرتك كأعضاء في الفريق أو كقادة فرق لازم تسلموها في أوقات محددة هنتفق عليها دلوقتي كلنا مع بعض. وبالتالي بما إن إحنا مختلفين عن باقي المقررات الموجودة، ده بيؤدي في بعض الأوقات إلى أن يحدث نوع من أنواع يعني confusion أو الارتباك، التخبط، وده هيكون شعور طبيعي في حال إن حضرتك كطالب أو حضرتك كطالبة لم تطلعي على المحاضرة دي بالذات الأورينتيشن، وأول محاضرة هنكون موجودين معانا فيها مع بعض في البث المباشر، لأن دول المرحلتين أو المحاضرتين اللي نقدر نقول عليهم بيشكلوا حجر الأساس. لو حضراتكم قدرتوا تستوعبوا كل ما هو مطلوب من داي 1 إلى نهاية الترم الدراسي، قدرتوا تتعرفوا وتحددوا المواعيد بدقة، مواعيد التسليمات وما هو المطلوب في التسليم، أكتر من 90% من مشاكل هذا المقرر بتكون اتحلت. علشان كده احنا بندي as a result this guide اللي قدام حضراتكم واللي هيكون موجود معاكم على الموديل في صيغة الوورد، متقسم إلى two main sections. السكشن الأولاني هنناقش فيه الكومبوننتس that must be included in the proposal. إزاي؟ إيه هي المعايير الأساسية اللي لازم تكون العناصر الأساسية التي يجب أن تحتويها خطة المشروع بتاع التخرج؟ بالإضافة
إلى أن كل واحد من هذه العناصر نقدم ليه شرح ووصف تفصيلي، وهوري لحضراتكم الكلام ده بالتفصيل. أما الجزء الثاني طبعا السكند بورد ده هيكون بيتعلق بكيفية إعداد وتنظيم وإخراج المشروع، أي جزء بيدي لك المحتوى والجزء الثاني بيدي لك الجانب الشكلي. ما هو أي تقرير أو بحث حضرتك بتعمله بيكون فيه جانب شكلي وبيكون فيه جانب يتعلق بالمحتوى، وبالتالي أنا مش سايب حضرتك من غير شرح وافي لما يجب أن يتضمنه كل من هذه الأجزاء. كل جزء بيتكون من مجموعة من النقاط، كل نقطة في ديسكريبشن إيه اللي المفروض تكتبه. غير كده كمان أنا موجود مع حضرتك إن شاء الله في كل المحاضرات، نقدر نتكلم مع بعض، نقدر نتناقش، نقدر نحل أي كونفيوجن بمنتهى البساطة. لو اتنقلنا بعد كده لبعض الجايد لاينز اللي هتكون مهمة جدا موجودة معانا، وهنا أول رقم يجب أن يستوعبه الجميع، احنا بنقسم نفسنا الى مجموعة من الفرق. الفريق الواحد بيتكون من 3 إلى 5 طلاب بحد اقصى، 5 طلاب بحد اقصى. هنا في تغيير، هنا في تغيير، هنا في ابديت، هنا في تحسين. نخلي بالنا السرعة في الاداء وتكوين الفرق دي عامل مهم جدا، الوقت ابدا مش في مصلحة اي حد هيتأخر. كل أعضاء الفريق لازم يكونوا مشاركين ومتواجدين ويشتغلوا مع بعض في نفس القسم، إذا المشاريع وفرق المشروع يجب أن ينتموا جميعا إلى نفس القسم، سواء بروجكت مانجمنت أو برودكت مانجمنت أو ريسك مانجمنت. بعد 3 أيام إن شاء الله من حلقة النقاش الأولى بتاعتنا، هنتظر من حضراتكم تدوني بروبوزل بالأسماء بتاعة الفرق، وفي المحاضرة بتاعة النقاش هنقدر نتناقش فيها وأقول لكم إزاي نرفع الأسماء. وبعد ما تدوني الأسماء في خلال ال3 أيام إن شاء الله أقدر تاخدوا مننا كونفرميشن على الموافقة بالفريق في خلال 2 يوم بعدها بإذن الله. يبقى هنا هنا يا جماعة المقرر ده literally هو يتعلق بالوقت، التايم مانجمنت هنا مهم جدا، نعرف المواعيد بتاعتنا، بعد 3 أيام هعمل إيه، بعد 2 يوم هاخد إيه، عشان بعد كده هنبص نلاقي نفسنا قدامنا في الأسبوع الخامس. في الأسبوع الخامس أنا محتاج أقدم الريسيرش بروبوزل، وده مش حاجة سهلة، ده هيحتاج شغل كبير ومجهود كبير. فلو حضرتك كفريق اتأخرت في التكوين وأخدت أسبوع واثنين وثلاثة بدل ما تاخد 3 أيام زي ما إحنا اتفقنا، مش هتقدر ابدا 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 تسلم في هذا الوقت. طيب هل في حاجه تانية انا محتاجها اسلمها قبل الاسبوع الخامس؟ ايوه، حضرتك في الاسبوع الثاني ان شاء الله هيكون عليك انك تسلمني عنوان البحث، ومش بس العنوان بتاع البحث، كمان هيكون في العنوان ومتغيرات البحث، نقدر هنا اناقشهم مع حضرتك ونشوف ايه اللي موجود فيهم. هنا الموضوع اللي ما بين قوسين تيم ليدر بلس الممبر فور ممبرز، يعني الماكسيمم كمان مره باكد ان الماكسيمم بتاعي هنا هو 5 اعضاء للفريق الواحد. يعني هنا ارجع تاني اكد على المواعيد المهمه بالنسبه لي، بعد 3 أيام من المحاضرة الأولى كل فريق يقدر يكون نفسه من 3 إلى 5 أفراد، ويتم إرسال هذا التكوين إلي بإذن الله عن طريق السيستم، هنقول لحضراتكم إزاي بالظبط. بعدها ب2 يوم تاخد الأبروفل، وما ننساش إن كل أعضاء الفريق يجب أن ينتموا لنفس القسم، بروجكت مانجمنت أو ريسك مانجمنت. بعد كده بعد 2 يوم تاخد الأبروفل إن شاء الله بتكوين الفريق، وبالتالي يبقى إحنا الأسبوع الأول انتهى بينا على تكوين الفريق، وعندنا بقى اسبوع كامل اللي هو من بداية الاسبوع الثاني لحتى نهايته علشان نعمل حاجة واحدة فقط، هي ان احنا نختار عنوان للبحث ونختار المتغيرات بتاعته ونبتدي هنا نناقشها مع بعض عدة مشروعات او عدة عناوين للمشروع، بعد كده بتبعتهولي او بتسلمهولي في الاسبوع الثاني.
بدي لحضرتك عليه موافقة مباشرة أول ما بتبعت لي على طول المتغيرات. نلاحظ هنا إن أنا هربط ما بين المتغيرات والتخصص بتاعك وأشوف ليها علاقة بالتخصص بتاعك ولا لا. في حال لم تكن كذلك هرجع لك العنوان تاني وأقول لك هذا لا يطابق المواصفات، هيكون عندنا شرح وفير في المحاضرة المباشرة إن شاء الله. في الأسبوع الخامس يعني هيكون قدامك بعد نهاية الأسبوع التاني 3 أسابيع بالظبط عشان تعمل البروبوزل، و3 أسابيع يعني هيحتاجوا من حضراتكم شغل قوي جدا بمنتهى القوة، ما نقدرش أبدا نتهاون أو نضيع وقت فيه. طبعا كل طالب مطالب انه يحضر 70% من المحاضرات بتاعتنا، يعني 7 محاضرات من ال10، ولازم طبعا يشوف ويشارك في كل اعمال البحث العلمي، ما يكونش فيه طالب بيشتغل اكتر من الباقي. عندنا طبعا البحث لما حضرتك بتقدمه لنا بنعمل عليه الكشف بتاع الاقتباس او البلجريزم، وهنا النسبة المسموح فيها تكون 25% مش اكتر. فكرة سريعة في هذا اليوم في الاورينتيشن داي، الفصل الاول بتاعنا هنتكلم فيه عن الكونسبت اوف ساينتفك ريسيرش، نبتدي بقى نتكلم على الساينتفك ريسيرش في المجالات المختلفة، انواع البحث، اهداف البحث، مواصفات البحث العلمي، تأثيرات البحث العلمي والى ما شابه. وهيكون عندنا بقى كمان في الكوردينيشن تاسك في هذا الاسبوع الاول هو تكوين الفريق والابروفل على هذا التكوين. بعد كده بننتقل للاسبوع الثاني هنتكلم فيه على الكونسبت اند اوبجكتيف اوف ذا ريسيرش بروبوزل، وابتدي اقول لحضراتكم الريسيرش بروبوزل اللي هتقدموه في الاسبوع الخامس ده بيتكون من ايه بالظبط في محاضرتين كاملتين، علشان نقدر بعدها نروح نشتغل بمنتهى القوة. هنعرف ازاي نعمل الريسيرش تايتل، ازاي نعمل الانترودكشن بتاعت البحث، البروبلم ستيتمنت والامباكت اوف ذا ريسيرش. وهنا في الاسبوع الثاني ما ننساش اهو موجود في الخطة بتاعتنا ريسيفنج ذا بروجكت تايتل اند فاريبلز ومتغيرات البحث بتاعنا. في الاسبوع الثالث هيكون عندنا برضو الريسيرش بروبوزال كومبوننتس، احنا قلنا هناخدها على اسبوعين زي ما احنا شايفين، ده الاسبوع الثاني والاسبوع الثالث، وده كله اللي هنقدمه مع بعض بقى في الاسبوع الخامس: ريسيرش كونسيسز، ليتريتشر ريفيو، ريسيرش ميثودولوجي، وريسيرش ستراكشر، وريسيرش ليميتس، والانيشال ريفرنس ليست. بعد كده هننتقل للاسبوع الرابع ونلاقي عندنا الريسيرش ميثودز، ونعرف ايه الفروق بينهم من بعض، ونشوف ايه الاندكتيف والديدكتيف والهيستوريكال والاكسبيرمنتال والديسكريبتيف ميثودز، ونبتدي نشوف مين الانسب للعنوان اللي حضرتك اخترته ونبتدي نطبق عليه. البوبيوليشن اند سامبلينج هناخدها في الاسبوع الخامس ان شاء الله، وهنعرف ايه ازاي نعمل سامبلينج وازاي ننظر في البوبوليشن ونحدد السامبل المناسبه لهذا البوبوليشن. الاسبوع السابع هنتكلم برضو عليه، لان خلي بالك احنا في السامبلنج عندنا راندوم سامبل، وده هم نوعين راندوم سامبل، ودي بتنقسم الى 4 انواع زي ما حضراتكم شايفين، وفي نون راندوم سامبل، ودي هتكون في الاسبوع السادس، يعني في فصل واحد برضو بيتقسم معانا على الاسبوعين. في الأسبوع السابع هنتكلم على الداتا كولكشن، إزاي نعمل داتا كولكشن، وما هي المصادر اللي بنقدمها للبريمري داتا كولكشن والسكندري داتا كولكشن، وإيه أنواعها المختلفة. بعد كده هنروح للأسبوع الثامن في الفاليديتي أند ريليبيليتي، وهنعرفهم إيه الفرق ما بينهم بالظبط، وإزاي نقدر نتأكد من أن العينة اللي أنا واخدها صادقة وثابتة وتمثل مجتمع البحث بشكل علمي صحيح، عشان بعد كده أقدر أعمم هذه النتيجة. بعد كده في الأسبوع التاسع هنتكلم مع بعض على الكواليتيتيف والكوانتيتيف، ودول وهناخد فكرة كمان عن الاس بي اس اس، البرامب بقى اللي نقدر نحلل بيها ونطلع بيها نتائج البحث بتاعنا، قبل ما نروح للفصل العاشر اللي بنعمل فيه الكونكلوجن اللي فيها الريسيرش فايندنجز وريكومنديشن والريفرنسز، وازاي هنكتب الريفرنسز بتاعتنا ونتاكد تماما ان البحث من غير الريفرنسز دي يبقى ما
هو مش بحث علمي، بحث علمي غير مكتمل الأركان هيؤدي مباشرة إلى خسارة درجات عظيمة جدا. مفيش بحث علمي من غير ريفرنس، لأن من غير ريفرنس ده مش بحث علمي، وبالتالي المشروع اللي من غير ريفرنس قد لا يمر من الكورس أصلا. طبعا زي ما احنا شايفين، احنا قلنا هنقسم الكورس جايد بتاعنا إلى جزئين. الجزء الأول في preparation of graduation project plan، ازاي اعمل البروبوزل، وزي ما حضراتكم شايفين ان حضرتك في البروبوزل هتسلم research title, introduction, study problem, the importance of the study، المكونات بالترتيب. بعد كده هتلاقي شرح لكل مكون من هذه المكونات، ازاي تقدر تتكلم عنها وازاي التفاصيل المطلوبة فيها. فمثلا الجزء بتاع الانترودكشن، the following points are considered in the introduction. لما اجي اكتب الانترودكشن لازم يكون تحتوي على هذه النقاط، 1 2 3 4، وكل ده هيكون موجود مع حضراتكم ان شاء الله في الكورس جايد، تقدروا تطلعوا عليه بمنتهى الدقة. ده فضلا عن ان انا ان شاء الله هعرضه معاكم بالتفصيل في حلقات النقاش، ويكون عندنا وقفات كتير نوضح فيها كل النقاط المطلوبة. تاني حاجة، ده مثال تاني، importance of the study، واحدة من العناصر أو النقاط التي يجب أن يتضمنها الـ research proposal. هنكون 3 نقاط مهمين، الـ theoretical importance و الـ expected practical importance، أهمية البحث والنظرية وإلى ما شابه. زي ما حضراتكم شايفين كده في كل نقطة من هذه النقاط التي سوف تقدمونها في الـ research proposal موجود ليها شرح، تكتب فيها ايه بالظبط، تجيبه منين، وغير ان موجود فيها ان شاء الله نكون موجودين مع بعض نشرح كل الحاجات دي ونوضحها بشكل كبير جدا. الجزء الثاني بيتكلم على الفورمال رولز فور اورجنايزنج اند دايركتنج ذا جراديويشن بروجكت. ازاي بقى نحط الشكل؟ ده اللي فات ده كان المضمون. الشكل بقى الجنرال فريم ورك هيكون عامل ازاي؟ المحتوى بتاعه هيبقى شكله ايه؟ الجزء الاول فيه ايه؟ والجزء الثاني ايه؟ والجزء الثالث ايه؟ الترتيب بتاعه ايه؟ بيجي قبل ايه؟ بيجي بعد ايه؟ كل ده برضو موجود عندنا ونقدر نطلع عليه وهنناقشه في المحاضرات القادمه. برضو في فريم ورك معين عايزين نتكلم عليه، اهم حاجه فيه الشريحه اللي قدامنا دلوقتي دي. الناس تيجي تقول البحث عربي ولا انجليزي، فبقول لحضرتك لا، البحث قد يكون عربي وقد يكون انجليزي، لكن في كلتا الحالتين هتعمل الابستراكت بتاعه باللغه الانجليزيه، حتى لو عملت البحث نفسه باللغه العربيه الابستراكت بس. طيب برضو هنستخدم خط ايه؟ الخط 14، نوع الخط طيب سكالا ميجلا زي ما قدام حضراتكم. التايتل بيكون بال 18 بولد، السايد 16، وعندي المارجن وعندي السبيس، يعني كل حاجه موجوده نقدر نشوفها ونقدر نتبعها. وبما ان هي موجوده في الكورس جايد، ما اقدرش انا بقى احط من عندي او انا اختار حاجه من عندي، طالما هي موجوده زي ما هي كده مصنفه وواضحه وصريحه، ما تقدرش تحط حاجه غير اللي موجود من عند حضرتك. طيب بعد كده هنلاقي مجموعة من الشروط اللي لازم تقراها، اللي لازم يكون في ربط ما بين النظرية وما بين الدراسة بتاعتك، وتقدر تستخدم التولز والأدوات في جمع البيانات اللي هنشرحها. أي مخاطبات هتعملها لازم تحطها في الريفرنسز بتاعتك، ولازم تحطها في الأبندكس بتاعك، لازم يكون عندك توثيق كامل لكل ما تقوم به، وهذا هو الأساس في البحث العلمي. زي ما احنا شايفين الـ content of the final project في جدول واضح وصريح، بيتكون من 1 2 3 4 حاجات على ايدك الشمال اهم: introduction، second part theoretical framework، رقم 3 الـ third part practical study and its methodological procedures، وبعد كده رقم 4 الابندكس بتاعي. كل واحد فيهم موجود انا عايز فيه ايه. ففي الانترودكشن انا عايز الكفر، كفر بتاع البحث، وفي اكنولجمنت، وفي ليست اوف كونتنت، وفي تيبل اوف تشارتس، وفي ابندكس، كل حاجه مشروحه بالتفصيل في هذا الكورس جايد.
فلا داعي ابدا لاي قلق طالما معانا الكورس جايد، وان شاء الله كل فريق جامعه الجامعه الذكيه جاهز وموجود علشان يقدر يقدم الدعم في كل ما هو مطلوب، وانا اول الداعمين باذن الله. وبكده نكون خدنا فكره بسيطه وسريعه عن هذا المقرر اللي لا تكفيه ابدا محاضره صغيره في الاورينتيشن. ان شاء الله هنتكلم مع بعض كتير في الايام القادمه، ونقدر بقى نوصف ونشرح كل حاجه بالتفصيل، على ان القاكم باذن الله تعالى في المحاضرات القادمه وفي اولى المحاضرات، محاضره البث المباشر القادمه. اراكم على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.